ازيك صحابي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ جايب لكم النهارده جزء جديد، فيديو جديد من لعبه اوايف اند ماذر على قناتكم بيست ماكس. وفي ناس بتسالني انت ازاي بتلعب الجزء الجديد او بتلعب الجزء الثاني من لعبه اوايف اند ماذر، ما بيعرفوش يخشوا على الجزء الثاني على طول. المطلوب منك ان انت بعد ما بتخلص الجزء الاولاني بتعمل سيف للمكان اخر حاجه انت وصلت لها. تعالوا مع بعض نشوف. انا ده الجزء الاولاني، ده اخر حاجة وصلت لها، فابدأ ادوس كده واعمل مثلا كده، واهو ده كده جزء جديد وده كده. انا رحت للايه؟ الجزء الجديد اخر تحديث زي ما انت شايف. طبعا هي هنا راحت عند صاحبتها وابنها سام. طبعا احنا عارفين سام من الجزء الاولاني، وبيحصل مناقشة طبعا مع بعض كده، تقول له اعزف لي شوية عشان طبعا هو بيعزف لها الاول وكان بيعلمها، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. اتمنى ان اصحابنا اللي مش عارفين وكانوا كاتبين لي في تعليقات يعرفوا يبدأوا ازاي الجزء التاني. طبعا قاعدين بندردش شوية. طبعا هو بيفتكر ايام زمان سام لما كان بيروح لهم، وبيفتكر هو بتلعبهم هي وابنها، وشكل سام كان شقي من زمان. طبعا قالت له انت بتعمل ايه؟ متتجننش يا سام، انا مش كده، انا كده وكده. حبة فوق وحبة تحت، عزف لي شوية ودلعني شوية كده يعني. طبعا لعبة اوايف اند ماذر لعبة لذيذة، والجرافيك برضو فيها عالي. طبعا هنختار الاختيار اللي فوق، يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتعليق جميل، ولو انت عربي او من دولة عربية اكتب لي في تعليق انت في اي دولة.